ودخولها عامها الثاني هذا يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها تأكد الناس وثقتهم في أن تحركهم أساسا من أجل هذه المطالب هو له ما يبرره، باعتبار أن ردة الفعل اللي جوبيوا بها حالة القمع المستمرة، حالة السلامة الوطنية اللي مستمرة حاليا لمدة عامين، غياب حالة الأمن، غياب معايير الدولة المدنية، كلها هذه الأمور يعني أوجدت حالة من الصمود والرغبة في التحول الديمقراطي إلى وطن، إلى دولة تكون فيها الحقوق متساوية، يكون فيها المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. السلطة أن تبدي ولو مقدار بسيط من حسن النية أو شيء بسيط من الإنسانية تجاه هذه المطالب وتجاه كل ما تفعل بحق هذه الشعب، إلا أنها لا تزال وبعد مرور عامين تصم آذانها، حتى ظهرت بدعوة للحوار لا تبدو بأنها جادة حتى اللحظة. فحتى الجمعيات السياسية المعارضة لم تقرر حتى اليوم إذا كانت ستدخل فيما يسمى بالجولة الثانية أو الجديدة من حوار التوافق الوطني.